حلمي بكر، مجدي شطه، هاني شاكر. الاستاذ هاني شاكر عشان هو النقيب بقى وعشان يديك التصريح لا ولا لا ايه؟ لا انا مش عاوز التصريح. انت مش عاوز التصريح؟ لا مش عاوزه، بس الاستاذ هاني شاكر هو مش عارف اي ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل. يعني هو مش هو اللي مش هو اللي عمل كل ده. امال مين اللي عمل؟ اللي تحت منه. انا كلمت الاستاذ هاني شاكر في التليفون ووالدتي كلمته. بس في الاخر هو قراره مش قرار اللي تحت منه، قراره على دماغي. بس هو هما بيوصلوا له كلام عننا غلط، مش بيوصلوا له الكلام الصح. يعني هو مش عارف حقيقه المواضيع اللي بينكم. بص هما لما طلعوا قالوا له يا استاذ هاني شاكر ده شتمك، انا عمري ما غلطت فيه. انا كل اللي انا قلت له يا استاذ هاني شاكر لو انت شاكر. انا ما اقدرش. بص اولا لانه فنان كبير ما حدش يقدر يشتمه، ونقيب الموسيقيين، وعلى خلق عظيم كمان. هو بقول لك هو كميه الاحترام كلها فيه، وانا بحترم هو اخويا الكبير. بس هما لما قالوا له يا استاذ هاني شاكر ده بيشتمنا، انا من عمري ما شتمته. انا قلت له يا استاذ هاني شاكر لو انت بتمثل المهن الموسيقيه لازم تنزل تشوف الناس دي شغاله ازاي. انزل يروح فين يعني؟ يروح النقابه. وانتوا قاعدين في حته واحده؟ يروح النقابه. انا كنت بيروح النقابه. انا كنت لا يوم مشكلتي ما كانش هو في النقابه. معلش يوميها ما راحش، بس هو بيروح كل طب يوم. هو وصل كل شويه بيروح النقابه. هو شافني انا كنت بتحايل عليهم ازاي؟ شافني انا كنت هبوس ايديهم ازاي عشان اللي انا اشتغل؟ وانا جاي بخبط على بيتهم يخرشوني بره. انتوا ما خبطتوش، انتوا رحتوا غنيتوا الاول وبعدين رحتوا غنيتوا عليهم. هم كانوا فين لما احنا كنا بنغنوا؟ هم كانوا فين؟ مش شايفينكم لان انتوا كلكم في الحواري بتغنوا. خلاص واحنا حواري ما بتغنوش في يعني ازاي يعني حواري؟ هل انتوا في بتطلعوا في الاذاعه والتلفزيون تغنوا؟ هو كل حاجه الاذاعه والتلفزيون. طبعا هم يعرفوا مش الاذاعه والتلفزيون. مصر كبيره. بص حضرتك انا لما انا اطلع لازم الاقي حد يساعدني. لو هلاقي حد بيحاربني انا لازم احاربه. طول عمر معروف المطرب عشان يطلع يغني لازم يبقى عنده مواصفات في الصوت. احنا ما لناش مواصفات. لا ازاي ما عندكوش مواصفات؟ يبقى ما تاخدوش تصريح. خلاص اعملوا لنا شعبه بس احنا نبقوا تحت ادارتهم. شعبه اللي ما عندهمش صوت. احنا نبقوا تحت ادارتهم. هو تاني ان هنرجع له الاصوات تاني ولا هنرجع له الكلام تاني؟ لا هو مش بالاصوات. بقول لك مش بالاصوات. طب تسمي الشعبه بتاعتكم ايه؟ اسمها ايه؟ تسمي الشعبه اللي انت عاوز تعملها دي إيه؟ راب شعبي. راب شعبي؟ اه راب شعبي. اه تعالى بقى نروح للي